رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في إضحى العيد. ضيفتنا اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هي إعلامية وكاتبة سطرت سيرتها الذاتية نموذجا للإبداع والتميز، كونها من المؤثرين في الوطن العربي. لها أسلوبها الخاص للتعريف عن النجاح والبدايات الجديدة، وسعت إلى توصيل الآخرين لحياة أفضل كونها مدربة تنمية بشرية. معي في هذه الفقرة الأستاذة حنان السماج، مؤسس HAC للاستشارات والتدريب. صباح الخير وعيدك مبارك أستاذة. صباح النور اختي فاطمة، كل عام وانتم بخير، وأحب أهني دولة الكويت والإمارات حكومة وقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في البداية ودنا تعكسين لنا أجواء العيد عندكم، شلون قاعد تقضون العيد في هذه الأيام؟ والله المفترض انه يكون شيء مختلف، لكن مثل ما هو بالعكس صار في تجمع اكثر حق العائله. نعم. شوي طلعات ممكن تكون خفت، بس هذا ما يمنع ان احنا نجيب الطلعات داخل البيت ويعني نقضي وقت مع العائله. بس حاليا اشوف ان الامور صارت نوعا ما افضل، الاماكن فتحت عندنا بدبي، الفنادق، الريزورتات، المولات، فالحمد لله. حلو، يعني الامور افضل الحمد لله، وإن شاء الله القادم أفضل. لكن ودي أرجع معك أستاذة حنان للأيام اللي طافت، ومع بداية جائحة كوفيد-19 كثير من الأشخاص يمكن صار عندهم بعض المخاوف، يعني دخلوا في حالة حزن. فودنا نتكلم عن الاستشارات اللي جتلك في ذيك الفترة، كانت تنصف في أي مجال أكثر شيء؟ نعم، أكثر شيء طبعاً حتى أنا تعرضت لي مثل هذه المخاوف، لأن طبعاً هذه الجائحة كانت صدمة علينا كلنا، سواء كانوا الدكاترة النفسيين، مدربين تنمية بشرية، بالنهاية إحنا بشر عندنا مشاعر، عندنا فكر، فهذه كانت صدمة. كنا خايفين على أهلنا، خايفين على الوضع الاقتصادي، خايفين على الأمن. فأغلب الناس اللي كانوا يعرضون الصحة النفسية، اللي كانوا يعرضون التنمية البشرية، هم أكثر ناس يو أخذوا هذه الاستشارات. نعم. في كيفية إدارة الضغوطات، في كيفية ضبط الانفعالات، في كيفية حتى بداية حياتهم ما بعد هذه الكورونا، كانت عندهم مشاريع كثيرة، فكانوا يبون المساعدة والدعم والتوجيه، كيف ممكن إحنا الحين نحط أهداف ونشتغل عليها، لكن الوضع متغير، الوضع كل شيء عندنا مسكر، فكيف ممكن نحس بالتحفيز من أول جديد؟ نعم، مع هذه الأمور أكيد من بعدها في بداية جديدة لحياة الإنسان، يعني نوع من التغيير، فالواحد خلاص يقلب الصفحة، يفتح صفحة جديدة يحط فيها أمور كثيرة تحسن من حياته وجودة حياته. هل تعتبرين موضوع كوفيد-19 فرصة أن الواحد يغير من نفسه ويبلش بداية جديدة؟ أكيد، أنا أصلاً شفت وايد بعض الأشخاص اللي أنا أعرفهم من أصدقاء، من مدربين، من ناس من أهلي، بدأوا مشاريعهم الحين، تغير منظورهم عن الحياة، الأمور اللي كانوا مأجلينها قبل كورونا، الأشياء اللي كانوا الحياة كانت ماخذتهم، الملهيات كانت ماخذتهم، الشغل كل يوم، الدوام 7-8 ساعات، لما شافوا أن صار عندهم وقت أفضل، صاروا يستثمرون هذا الوقت في التعلم الذاتي، self-learning. بالأخص أن الحين في دورات أونلاين، في أمور مجانية وغير مجانية، لكن الوضع صار أسهل نوعا ما دام أنت في البيت مع أهلك مرتاح وعندك وقت إضافي، فالشخص قام يتعلم أكثر عن نفسه، قام يعرف بالضبط هو شنو يناسبه، شنو أولوياته، شنو قيمه الحين من بعد هذه الأزمة. فبالعكس أنا أشوف هذه فرصة الواحد يستثمر في بداية جديدة بالأمور اللي تناسبه. نعم. اللي تناسب شخصيته وخبيرة. نعم أستاذ حنان، لمسنا هالشيء يعني من خلال تواصلك مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التدريبية اللي قدمتيها، ودي تعطينا لمحة وفكرة أكثر عن هذه البرامج. نعم، طبعاً هذه البرامج كلها مبنية على علاقة الكوتشينج، علاقة المدرب والمتدرب، وهو مو إرشاد وتوجيه ونصايح أو استشارة نفسية، لكن هو علاقة متبادلة مبنية على جلسات العصف الذهني، يعني المتعامل، العميل، المتدرب، الجواب عادة يكون عنده، لكن عنده بعض المعيقات، عنده بعض المعتقدات العالقة اللي ما قاعد تخليه ينجح، اللي ما قاعد تخليه يحصل على السعادة اللي هو يبيه. فمن خلال المدرب، من خلال طرح أسئلة معينة بنموذج معين، كله مبني على علم النفس الإيجابي، مبني على لايف كوتشينج أو التدريب الشخصي، يبدأ شوي شوي يفكر في حياته. لا. فعندي أبرز البرامج اللي هي برنامج خبير العاطفة، شلون أنت تقول لا،
شلون تحمي صحتك النفسية وبنفس الوقت تقدم للآخرين، لأن أغلب الناس يعتقدون أن أنا لازم أخسر وأضحي وأكون الشمعة اللي تحترق علشان الناس يستفيدون ويستانسون في حياتهم وينجحون، لكن هذا أيضا معتقد إحنا ورثناه من أجدادنا ومن أمهاتنا، أن أنا لازم خلاص أنا أحترق علشان الناس تستفيد. لا، بالنهاية أنت كمي بعد تهتم في صحتك النفسية عشان تقدر تستمر في العطاء. نعم. فهذا برنامج خبير العاطفة يهتم في الصحة النفسية وكيف الإنسان يضع حدود بينه وبين الآخرين بشكل صحي، شنو معنات حب الذات بشكل صحي وليس الأناني أو النرجسي. نعم. خبير الإنتاجية شلون ممكن أنا أحدد أهدافي، شلون أقدر أكتشف قيمي، شلون أقدر أحط خطة استراتيجية شخصية مبتكرة لنفسي. وخبير التواصل لا علاقة في سرد القصص، في صناعة المحتوى وفي فن التواصل بين الآخرين. نعم أكيد، يعني هذه الأمور، هذه النقاط اللي قاعد تناقشينها من خلال البرامج اللي قاعد تقدمينها في مواقع التواصل الاجتماعي لها أهمية كبيرة في حياة أي فرد. أنا ودي أتكلم عن نقطة ترتيب الأولويات في حياتنا وترتيب مشاعرنا. الأولويات الحين في هذا الوقت اختلفت يعني عما قبل كورونا، فشنو المفاهيم الأساسية اللي لازم إحنا نحطها في جدولنا؟ نعم، قبل خلينا نقول، ممكن نقول إن في ناس كانوا يعتقدون إن هم عايشين على الأولويات، مثلا الموظفة اللي تروح الدوام من الصبح لين الظهر، ممكن تنام بعدين أو تروح الجيم، تهتم في دراسة أبنائها مثلا، وتقول إن الأسرة هي أولوياتي، الأسرة هي أولوياتي. لكن بنفس الوقت نشوف إن بعض الأبناء ناقص عندهم الحنان، ناقص عندهم التوعية أو الإرشاد، لأن هي أغلى الوقت في الدوام بالنسبة حق المرأة والرجل أيضا اللي ما يقضي وقت مع أبنائه. لكن الحين من بعد هذه الأزمة اكتشفنا إن إحنا نقدر نشتغل وأدائنا يكون أعلى وإنتاجيتنا تكون أفضل وإحنا في البيت معانا أهلنا. فما يمنع، يعني ليش إحنا كنا عايشين على الأبيض والأسود؟ يعني أنا أقعد 10 ساعات في الدوام، يعني أنا أغيب أو مثلاً أخذ إجازة الشهر وبعدين أقعد مع أسرتي. فيو كان دو إيفريثينغ، تقدر تكون كل شيء من كل شيء، شوية في الدوام ساعتين، تأخذ بريك من زوم الاجتماع، تروح تداري أهلك وبنفس الوقت تخلص من قضاء وقت ممتع مع أهلك وتشتغل على أهدافك. فصار في فرصة أن إحنا الحين نرتب أولوياتنا بالشكل الصحيح، مو بالشكل اللي الناس تجبرنا أو الناس تقول لنا هذا أفضل لكم أو هذا أحسن لكم. إحنا الحين من خلال هذه الأزمة عرفنا اللي يناسبنا. نعم. عرفنا اللي يسعد. نعم. لكن الشخص لازم هنا يكون عنده وعي في فن الاختيار. يعني في ناس مهما كانت الخيارات عندهم كثيرة يعني ورفاهية الخيارات في حياتهم، لكن تلاقين دائما يستشيرون يعني القراب منهم بأبسط الأمور في حياتهم. فش كثر مهم موضوع أن الواحد يدرب نفسه أنه هو يختار بدءا من الأمور الصغيرة للأمور الكبيرة في حياته، لأن هذه هي تجربته الخاصة في الحياة. نعم، سؤال جدا جميل أختي فاطمة. بالنهاية مثل ما قلتي، كل شخص عايش مسيرته الخاصة في حياته. هذا لا يمنع أن أنا أخذ بعض التوجيه، أخذ بعض الدعم اللي من أشخاص أوريدي سبقوني في هذه الخبرة في نفس المسيرة ممكن. لكن بالنهاية شلون أنا أطلب مثلا الدعم من عمي اللي عمره مثلا ما سوى بزنس أو تجارة، أقول له ساعدني في التجارة؟ لازم أروح حق شخص يعرف التجارة مثلا، لكن أنا أقدر أطلب الدعم اللي هو بالنهاية يتواصل معي أو يسأل عني أو يعطيني دعم من نوع آخر. فأعرف بالضبط الدعم، نوع الدعم اللي أنت تبيه من الناس اللي حولك. من البداية حط النية أن أنا أسرتي هم دعم نفسي لي أكثر ما أنه هو دعم مهني، علشان الواحد ما ينصدم ويتضايق لما يقول والله أنت ما ساعدتني، والله أنت ما أعطيتني مثلاً نصيحة. شلون يعطي نصيحة إذا هو عايش مسيرته الخاصة؟ صح. فمهم أن إحنا نرفع مستوى الوعي اللي إحنا عندنا في حياتنا من خلال إحنا نكون عندنا مجموعة خاصة في نفس المسار وفي نفس المجال اللي إحنا فيه. نعم. ومن خلال إن إحنا عندنا أسرة ودعم من نوع آخر اللي إحنا نحتاجه. بالنهاية إحنا نحتاج التوجيه المهني، نحتاج التوجيه النفسي، we need everything. فمهم إن أنا أكون بس شاطر وذكي في اختيار هذه الأمور لحياتي. نعم فعلا، الواحد لازم يكتسب هذه المهارات في الحياة. ودي أتكلم عن نقطة، يعني الفترة اللي طافت لاحظنا في السوشيال ميديا في كثير من الأشخاص دخلوا في موضوع أنهم بيصيرون مدربين حياة، لايف كوتش.
فشلون ممكن الشخص يميز بين الشخص اللي هو متخصص فعلا في هذا المجال بين الشخص اللي ممكن يكون داخل مجال نوع من الخبرة، عنده خبرة في الحياة؟ فهمت قصدك. طبعا انا دائما اشجع ان الناس يكونون لايف كوتشز، اشجع ان الناس يكونون يدخلون في التنميه الذاتيه، لان بالنهايه كل ما زاد الخير كل ما زاد الدعم، وكل طبعاً. ما الناس تغيرت نفوسهم وتغير نجاحهم. فانا مع الناس اللي تتكلم عن السعاده، لان انا اسمع بعض الاشخاص يقولون الحين كل حد يتكلم عن الايجابيه، زين هذا خير وهذا هذه بركه ان شاء الله كل حد يتكلم، ولا أنا نتكلم عن الاشاعات وعن السلبيه وفلان شنو سوى وشلون وفلان شنو اللي بس. لكن بالنهاية كل شخص سبحان الله عنده نية الخاصة ومسؤول عن حياة الأفراد قبل ما يكون بعد مسؤول عن نفسه. فشلون إحنا نميز؟ نعرف أن هذا الإنسان عايش هذه الحياة اللي هو يتكلم عنها. هل راح نعرف هذا الشيء 100%؟ ممكن في شخص يدرب بالصحة ويحط أنه هو يأكل مثلا أكلات صحية، لكن إحنا ما نعرف شنو يصير خلف الشاشة. صح. بالنهاية هني تي الثقة، هني تي تجربة. عند أي لايف كوتش عنده شيء اسمه كلاريتي كول، أو كلاريتي كول هي تواصل أو مثلاً مكالمة توضيحية. نعم. يبين أسلوبه على حسب أنت راحتك مع هذا الإنسان، مو شرط الناس يكون عنده مثلاً متابعين أو يكون عند مرخص من المكان الفلاني، لكن بالنهاية هي علاقة إنسانية. نعم. إذا أنت ارتحت مع هذا الإنسان وارتحت مع توجيهه، بالنهاية هو قاعد يساعدك. نعم. فبالنهاية يعني يعتبر على حسب اختيار الفرد، أنا أشوف. نعم. يعني رأيي المتواضع على حسب اختيار الفرد. وبنفس الوقت بعد الواحد ممكن يميز لما يشوف أن هذا الشخص كل يوم قاعد يتكلم عن موضوع مختلف. نعم أنت المظلة تنمية ذاتية، لكن بنفس الوقت بيكون عندك مسار كلايف كوتش. نعم. أنت تبي تشتغل في الأمور المهنية أو الأمور التجميلية أو الأمور الصحية مثلا، وما ينفع اليوم أنا أدرب مثلا بالرياضة وباكر بالمكياج وبعد كم شهر في شيء معين. أنا مع الإنسان بعد يكتشف ذاته، لكن خلي عندك خط واضح ومسار واضح عشان الناس تعرف تختار الناس الصح اللي يقولك. نعم فعلا ان الواحد يكون متخصص، يعني لا يعني وصلت الفكره ان الواحد يتخصص ويركز بخطه علشان بعد ما يتشتت وما يشتت المتابعين، يعرفون شنو تخصص هذا الشخص وين ممكن يوجههم في حياتهم. بس موضوع التجريب انا احس انه يعني لأنه صعب أن الواحد يجرب في حياته، يعني أنا ممكن أجرب أكلا، نجرب مثلا في عالم الفاشن الأزياء، بس نحن نجرب في حياتنا. لكن موضوع أن الواحد يشوف ويتابع ويقارن ما بين شخص وشخص ويشوف هو وين ارتاح ويروح حق الشخص المناسب في ذيك اللحظة. ودنا نتكلم أيضا عن إصدارات الكتب، فكلمينا عن الكتب الخاصة بالسعادة والرشاقة. نعم، أول كتاب كان عندي أختي فاطمة سنة 2016، كتاب حياتك. الحمد لله هذا الكتاب لقى صدى كبير عند الجمهور، باع منه يمكن 6000 نسخة في أقل من شهر ونص. فهذا بالنسبة لي هذا الكتاب هو بدايتي لما كنت أشتغل في العمل الحكومي، وخلال اجتماعات كانت لي أفكار معينة وكنت أدون بعض الأفكار في الاجتماع. فاكتشفت أن بعد ما نشرت هذا الكتاب تركت العمل الحكومي واتجهت يعني كلياً كمهنة في التدريب والاستشارات وفي الكتابة. طبعاً الكل كان ضدي في هذا القرار، لكن هني جت فكرة كتابي الثاني اللي هو رشفة سعادة. هني خذيت دبلوم في علم النفس الإيجابي، سافرت استرالي، عشت هناك فترة، رجعت مع هذا الكتاب اللي هو رشفة سعادة، قيم معينة تحتاجها في حياتك لهدف تحسين الصحة النفسية والنجاح أيضاً، لأن كتاب حياتك كان مفاتيح النجاح، أسرار الشخصية الناجحة ممكن نقول. لكن اكتشفت بأن النجاح يعني ما في معنى إذا أنت ما كنت مرتاح نفسيا. نعم. أنت ممكن توصل يكون عندك مسمى ويكون عندك ناس تحبك، لكن إذا أنت مو مقتنع مع هذه الرسالة أو إذا أنت مو مرتاح مع نفسك لسبب ما، هنا راح تحس أن المعادلة ناقصة. صح. فرشفة سعادة يا علشان يكمل معادلة النجاح. نعم. لأن النجاح الحقيقي هو السعادة بالنهاية. نعم. شلون؟ عن طريق تمارين معينة موجودة في الكتاب. بعدين اكتشفت أن في أمور بعد أكثر ممكن إحنا نوصلها، اللي هي الصحة النفسية. نعم. اللي هو السلام الداخلي، وهذا كتابي الثالث دليل السلام. لأن أوكي حققت النجاح وفي كان سعادة، لكن بعد كان في شيء ناقص، كان في شيء ممكن عندي قيم معينة ما كنت عايشة عليها 100%، ممكن عايشة كنت عليها 80%، لكن لما عشت عليها 100% واو هني صرت
الواحد يدخل عالم ثاني يعني كليا، يبدأ بس يشتغل ويحس بانسجام مع نفسه. هنا يا كتابي دليل السلام، لكن كلها يعني كلها تحت مظلة التنمية الذاتية، وكل كتاب في نكهة خاصة. نعم، أنا ودي يعني ناخذ شوي لو بعض الأسرار من كتاب السعادة واللي قاعد والكتاب والإصدار الأخير اللي هو يتكلم عن السلام. شنو أسرار السعادة بالنسبة لك؟ أوكي، طبعاً الكل يقول إن السعادة هو الرضا، السعادة هي الرضا، إن أنا أكون مقتنع وراضي. لكن إيش قدر أكون مقتنع وراضي؟ يعني أكون راضي إن أنا أكون دائماً في دائمة الراحة، ولا أكون مو راضي أبداً ومو مقتنع في حياتي نهائياً، ودائماً أطلع ودائماً أتسلق الجبل ودائماً أبي أشياء أكثر بحيث إني أنا ما أحس إني مرتاحة مع نفسي. نعم. فأقدر أختصرها بأن السعادة من بعد هذه التجارب، صار لي 6 سنوات في هذا المجال من مرحلة اكتشاف الذات، اكتشفت إن السعادة هي الطموح، لكن بنفس الوقت الرضا يكون موجود. نعم. يعني الرضا لا يعارض الطموح نهائيا، ان انت تسعى يكون في بروجرس ويكون في تقدم وتطور كل يوم كل يوم، سواء كان على شكلك، سواء كان على صحتك، تواصلك مع الاخرين، علمك، نموك، نضوجك، المهم ان انت تكون قاعد تتقدم كل يوم في هذه الحياة. لكن خلال هالتقدم انت عايش الامتنان، انت مرتاح، انت تقول الحمد لله، انت قاعد تستمتع في هذه النجاحات مع الاخرين، انت قاعد تساهم وقاعد تسخر امكاناتك وقدراتك في خدمتهم. لان ما ينفع ان انا اكون بس سعيد مع نفسي وانجازاتي، والله حققت اهدافي كلهم، لكن خواتي مثلا يحتاجوني او في ناس يحتاجون سبورت. فامكاناتك ومواهبك لما تسخرها في خدمه الاخرين، هني انت تحس انه ماشي صح في حياتك. فممكن أنا أختصرها في هذا الطريق. نعم، فعلا حلو أن الواحد يعطي الآخرين في الجانب اللي هو متميز فيه كنوع من العطاء، ما ينطر المقابل أو يقول أنا سويت وسويت. يعني اللي يعطي لازم ما ينطر متى هو ياخذ، ومو شرط أن الواحد ياخذ من نفس الشخص. يعني أكيد في أشخاص كثار فيهم الخير في هذه الحياة راح يردون لنا هذا العطاء، المفروض الواحد ما ينطر. يعني دام عطى خلاص يعطي وهو راضي وسعيد وحاس بسلام تام مع نفسه. كل الشكر لك أستاذة حنان، استمتعت جدا في التواصل معك وفي هذا الحوار المميز، يعطيك العافية. أنا الله يعافيك، شكرا لكم جميعا، والله يوفقكم إن شاء الله ويسعدكم في هذا العيد. آمين. شكرا. إن شاء الله، يعطيك العافية، شكرا لك، الله يعافيك. مكملين معاكم من خلال فقراتنا في ضحى العيد، خلكم معنا لا تبعدون.